مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير وجبة عشاء جدا سهلة وسريعة. عنا حبتين بطاطا وبيضة، بدي اسلقهم مع بعض. قبل ما اسلق البطاطا بعملها بهيدا الشكل لتستوي اسرع. هوني بعد ما سلقتهم وقشرتهم للبطاطات والبيضة، هلأ عنا 4 معالق طعام مي، نص ملعقة صغيرة كمون، ملعقة صغيرة ملح، رشة فلفل أسود ورشة 7 بهارات، وعنا كمان بصل صغيرة مقطعة بهيدا الشكل. لنكفي الطريقة مع بعض. بحط البهار والملح، بنعمهم مع بعض أكيد. بسم الله. بحط فوقهم شوي مي. بحط المي. نعمتهم منيح. هلأ بحط فوقنا البصلة، بحركهم مع بعض. هلأ بحطهم بصحن. وجبة كتير صحية ومغذية وسهلة وسريعة. وبرش كمان عليها زيت زيتون. هيدا الشكل النهائي للوجبة اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.